إذن بعد القضية الأولى للطالب كرار رح ننتقل إلى الطب، إلى خبر يمكن يكون مفرح خصوصا نعيش هذه الأيام المباركة. في مستشفى البتول اللي إحنا سموا الطفلة بتول اللي لقوها وتبنتها عائلة واستلمتها، رحنا أيضا بمستشفى البتول. هناك صدفة غريبة صارت ومفرحة أيضا، ثلاث أمهات بساعة واحدة كل واحدة منهم يعني ولدت ثلاثتهم، ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة. هذه الصدفة الغريبة والعجيبة احنا كنا السباقين بتصوير هذه الحالة. أول شيء خلونا نتابع الأطفال الثلاثة وهم طبعا بعمر يعني كانوا يعني يقولون سبيعي سبعة أشهر وانولد، خلونا نتابعهم هم بالمستشفى من خلال هذا الريبورتاج القصير الظريف عن الأطفال الثلاثة، هم تسعة طبعا، ورح تحكي إحدى الجدة لهؤلاء الأطفال بهذا التقرير. خلونا نشوفهم أول شيء وبعدين نشوف الأطباء إيش قالوا عن حالتهم الصحية. خلينا نتابع. أنا ببيتهم الثلاث أطفال، أي وهاي مو أول مرة جتنا إحنا، لأن قبل هم جايبة توأم هم يعني، وبعدين خلفت بنات وهسه لا الحمد لله والشكر جونا ثلاث ولد. صحتهم شلون؟ والله الحمد لله والشكر، أنا طبعا شفتهم وهذا بخير من الله الحمد لله. منظر جميل فعلا لهؤلاء الأطفال اللي هم بعدهم بالخدج يعني. وشكرا لكل الجهود المبذولة في مستشفى البتول. الآن رح نشوف الأطباء رح يتحدثون عن هذه الحالة النادرة، الحالة الغريبة اللي صارت بأنه هذه الولادات الكثيرة بهذه الأيام المباركة وخصوصا في ديالة. خلونا نتابع لأن الأطباء إيش قالوا عن حالتهم الصحية ومنه الزين ومنه المزين من خلال هذا التقرير. حالة نادرة اليوم، يعني احنا استقبلنا اطفال ثلاثيين اثنين، يعني ثلاثية بثلاثية وحالة ثنائية جهال اثنين توم. الثلاثية هم عندنا وحدة من عندهم ثلاث اولاد الذكور، والحالة الاخ عندنا اثنين بنات وواحد ذكر، والثنائية هم اثنين بنات. حالتهم مستقرة، اوزانهم زينة وان شاء الله يعني تستقر أكثر. إذا كانت أوزانهم قليلة، إذا أجوا يعني قبل الشهر السابع ذولا أحسن، ذولا إحنا جايين صح بشهر السابع بس أوزانهم نوعا ما أحسن، يعني واصلة للكيلوين نقدر نقول فأحسن. عندنا حالة من الحالات هم ذولا الثلاثية اللي هم بنات اثنين وولد، واحدة من البنات أصلا كانت زينة وضعها زين مستقر فانطيناها للأهل. يعني اليوم شهدت مستشفيات محافظة ديالى ولادة أكثر من أربع حالات للتوائم، منها ثلاث حالات شبه نادرة، حيث تم ولادة حالتين في مستشفى البتول للولادة والأطفال، كل امرأة أنجبت ثلاث أطفال، والحالة الثالثة أيضا صارت في مستشفى الزهراء للولادة والأطفال في المقدادية، وحالة ثالثة رابعة أيضا صارت ولادة اثنين أطفال في مستشفى البتول. طبعا جميع الأطفال يرقدون في المستشفيات ويتلقون العناية الطبية الصحيحة من قبل كوادر طبية متمرسة في مستشفى البتول ومستشفى الزهراء في محافظة ديالى. أربع حالات ولادات، من ضمنها ولادات ثلاثية، حالتين إحداهما كانت إناث عدد اثنين وذكر واحد، والحالة الثانية ولادة ثلاثة ذكور وهم بصحة جيدة، وقد قمنا بإداء الواجب ورعاية الأمهات والأطفال. ما صارت خير ولم يكن هناك أي مضاعفات في الولادات لدى الأم ولدى الأطفال.